قتل وأصيب تسعة عشر شخصا في تفجيرين وهجوم مسلح في أطراف بغداد مصدر أمني أفاد بأن شخصين قتلا وأصيب خمسة آخرون في تفجير عبوة ناسفة في قرية باوي التابعة لقضاء المدائن جنوب بغداد مضيفا أن تفجيرا مماثلا أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين قرب سوق شعبية في ناحية الحسينية شمال العاصمة المصدر ذكر أيضا أن قناصا استهدف نقطة تفتيش تابعة للجيش في ناحية اللطيفية جنوب بغداد قتل عسكريا وأصاب اثنين آخرين